يا رب عبد الله، مساء بخير. الله يجعل محلك عامر منك. هذا على مقدار الساعة المباركة اللي تجي لنا نشوفك ابو محمد. سلمك، هذا من طيبك. الله يسلمك. الليلة يا الربع انا بنوريكم الطبخ على اصوله، وحنا عند ابو عبد الله المحترف بالطبخ. تسلم الله ابو محمد. وش طبختنا اليوم ابو عبد الله؟ اليوم عندنا حمام محشي ابو محمد، وعندنا بط محشي، برز المصري كله طبعا محشي. اي ما شاء الله. السلام عليكم. الحين بننزل البط على واحده واحده بالماء الحار، الماء طبعا مسخنه من زمان. اي نعم. لازم يكون حار الماء. اي نعم. الحين بننزل ابو محمد، نزلنا البط وننزل الحمام مع راسه من هنا من عند الرقبة، ننزله على تحت عشان يقفل مع الحراره يقفل. ما شاء الله. الحكمه ينزل على راسه يا ابو عبد الله. بالنسبه للحكمه ننزله على راسه عشان ما يدخل الماء من تحت ويطلع لفوق، يطلع لنا الرز نحطه ننزله زي كذا عشان يقفل. هذه طريقته، لقى نزلناه على راسه بالطريقه دي يتقفل خلاص الرز ما يطلع. المرحله الثانيه ابو عبد الله. المرحله الثانيه هالرز ابو محمد، الحين ننزل البصل بدون زيت بدون اي شيء. نبي يتحمر بس. ما شاء الله. ناس نحمره. أقول أبو عبد الله أنا استغربت من شيء. نعم. إنك حطيت هالبصل بدون زيت. لأن البصل يطلع ماء ونخليه يتحمر، لا تحمر حطينا الزيت عليه. نحمر البصل نحط شوي تقريبا فنجان ماء عليه. لونه تغير الحين. المرحلة هذه ننزل البهارات العدلة، ما مطحونة ما تبوظر. ونحرك. الثوم والزنجبيل المبشور ونحط عليه ماء. ننزل الماء عليه وبعد شوي ننزل السمك. المرحلة هذه ابو محمد تنزيل السمك وسط المرقة حق الرز عشان نستفيد من طعم السمك، الرز يستفيد من طعم السمك. يا هلا والله ابو محمد ومتابعين ابو محمد. الله ما يحييك سلم. نزل السمك يبطل قليل لما انه يصير نص استوى ربع ساعة. بالنسبة للبهارات مثل ما تشوفون انا ما حطيت اي بهارات على مرقة حقت الرز، نكتفي بالبهارات حقت السمك اللي موجودة متبلة بها السمك بس. المرحلة هذه ابو محمد نطلع السمك من وسط المرقة حقت اللي احنا نزب عليها الرز، نخليه لما يبرد بعدين نقلعها، نخليه يبرد شوي ونقلعه. الرز خلاص مربص له نص ساعة تقريبا، رز القصر الاحمر، انا استعمل القصر الاحمر وننزله على مرقة على السمك اللي تو نزلناه بهالطريقة هذه. بالنسبة للمرحلة الثانية نحط الكزبرة، كزبرة وشبات نحطها فوق الرز اللي سويناه، وعلوب الحبحر الحار طبعا على حسب الرغبة. بالنسبة هذه حطينا الحين الكزبرة وحطينا الشبات، بعد شوي نبي نذوق المحق، وإذا كان في شوي ملح ولا ناقص نزود ملحه ونزود ماء إذا فينا. تقريبا خلاص انتهى، قصرنا على نار واطية. الحين الحمام نطلعه ولا نطفي النار، مثل ما تشوفون ينبر نطلعه على واحدة واحدة عشان ما يتفتح. الحمام مثل ما تشوف ما قفلنا على النار، تشوفونه ينبر خلاص عشان نطلعه وندهنه بالسمن وندخله بالفرن يتحمر. مثل ما تشوفون البط برضه المحشي، شوف شلون شكله، ونحطه ذا عشان نحمله. اوه البطه. وهذه الثانيه البطه باكلها البطه. هذه البطه ابو عبد الله. الله الله. وهذا السمن يا ابو محمد، سمن بلدي. شفت شلون شكله الحين؟ نبي ندهنه من فوق عشان تاخذ طعم وتدهن بهالسمن. نعم بالسمن، لازم الحمام والبط يدهن بالسمن البلدي عشان يرطب ويعطي له طعم ونكهه. فتبط بط بطتنا. دور بس بعدين. وش ذا يا ابو عبد الله؟ هذا اليوم هو يناظر. هذا صديقي دايم ما اطبخ ولا اروح ولا اجي الا هو بجنبي، قاعد اخليه يتفرج ويعطيني رايه هو. هذا والله ورا ما نطبخ ذا يا ابو عبد الله. ما يطبخ ذا. نبي نقول للمره بس الله يعيننا عليه. وش بهالسمن؟ سمين بعد. وانت بيبو ذا ابو عبد الله. نبي نقبره بهالفرن، نبي نخليه يتحمر ونوريكم اياه ولا طلع من الفرن. طبعا الفرن يشغل قبل. والحين نبي نسوي نفس ما سوينا بالبطه، نبي نسوي بالحمام بالسمن البلدي وندخله للفرن. طبعا السمن يرطب البطه ويرطب الحمام عشان ما ينشف. هذا الحمام. هذا الحمام ابو محمد برضه نبي ندخله بالفرن يتحمر عقب ما حطينا هذا السمن، نخليه يصير لونه احمر ونوريكم اياه بعد شوي. طبعا السمك عقب ما طبخنا وخلصنا نحطه على طحين ونحطه على درسين، طبعا درسين وملح وسط الطحين، ونقلبه قلبتين وننزله بالزيت. اوريكم
وما تشوفون يا متابعين ابو محمد تستاهلون يستاهل ابو محمد الله هذا نزلناه وبزيت بالطريقه ذي. الحين ابو محمد ننسب المدفون السمك ما شاء الله هذا الرز وهذا السمك والله شيء سمك ابو محمد نبي نصفه ما شاء الله هذا مدفون السمك والله شيء سمك عمر بصير نعم وهامور وهذا البطن مثل ما تشوفون محمر ومقمر على ما قاله حمام محمد والله شيء محمر وعلى كيف كيفك